طيب أهلا بيكم معنا مرة تانية. شفت التقرير مش كده؟ طيب خدت بالك من التقرير كويس؟ أتمنى بس تكون خدت بالك أنه دعوة ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دعوة واضحة في أسبابها. طيب إيه الوضوح اللي في هذه الأسباب؟ على سبيل المثال أجي أقول لك بمنتهى البساطة الدور الكبير اللي بتلعبه مصر بمنتهى الفاعلية على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، مش بس في إفريقيا، مش بس في المنطقة بتاعت الشرق الأوسط، ولكن في العالم، وده كلام كل المؤسسات. دور الفاعل والكبير اللي بتلعبه مصر في تعزيز مبادرات دولية بتهدف لدعم الدول النامية. طيب ايه تاني؟ تيسير نفاذ السيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية. انا عايزك ترجع بظهرك لورا كده في الزمن حبتين وتفتكر الدور اللي لعبته مصر لنفاذ مثلا التطعيمات والمساعدات سواء اذا كانت عينية او مادية الى القارة الافريقية. ده مثلا نفس القصة لما بدأت تتجلى للأسف الأزمة بتاعت او الازمه الاقتصاديه الناجمه عن الحرب الروسيه الاوكرانيه. طيب اللي حصل بعدها في ازمات الطاقه والغذاء وسلاسل الامداد، مصر لعبت دور شديد الاهميه، الاجانب بره شايفينه كويس ومقدرينه جدا. خليني افهم اكتر عن القمه واللي هتبدا وقائعها غدا باذن الله وأهمية حضور مصر في هذه القمة من سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا سيادة السفير. أهلا أستاذ يوسف، أهلا وسهلا. سيادة السفير، مهم عندنا أن احنا نفهم أهمية القمة اللي بتبدأ الفعاليات بتاعتها من بكرة وأهمية حضور مصر ومشاركتها في هذه القمة. يعني تقديري لهذه القمة قمة في غاية الأهمية، ليس فقط للدول النامية وإنما للاقتصاد العالمي. القمة اسمها قمة ميثاق التمويل الجديد، أي هي تتعلق حضرتك بالمساعدات التنموية والمساعدات الاقتصادية سواء من الدول الصناعية الكبرى الدول المانحة أو من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الأزمات الاقتصادية المتتالية اللي تعرض ليها النظام الدولي خلال الثلاث سنوات الماضية تحديدا من نهاية عام 2019 وحتى الآن أدت إلى بلورة إجماع دولي على أن اتفاقيات بريتن وودز هي الاتفاقيات التي أنشأت في عام 44-45 التي أنشأت صندوق النقد الدولي البنك الدولي وفي ذلك الوقت منظمة الجات اللي تحولت بعد كده إلى منظمة التجارة العالمية. دولت الثلاث مؤسسات اللي خرجوا حضرتك اللي بيقال عليهم مؤسسات بريتن وودز. دولت حضرتك بعد الحرب العالمية الثانية استطاعوا لمدة 4-5 عقود إن هم يمولوا احتياجات الدول النامية من جانب ومن جانب آخر يسهلوا التجارة الدولية. لكن خلال السنوات القليلة الماضية ثبت للجميع إن هذه المؤسسات بلوائحها والقوانين اللي بتسير عليها لم تعد تستجيب للتحديات التي بتواجه النظام الاقتصادي العالمي بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة. التطورات اللي حصلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة عشان بس وإحنا بنحلل الموضوع تبقى حاضرة في ذهننا، جائحة كورونا وما تكبدته الدول من أو الماليات العامة للدول ومنها مصر من أجل التعامل مع آثار هذه الجائحة. ثانيا تداعيات الحرب الأوكرانية على أسعار القمح أسعار الحبوب وعلى إمدادات الطاقة. وثالثا ارتفاع سعر الفائدة في الدول الصناعية المتقدمة لكبح التضخم. صحيح. هذه العوامل ثلاثة مجتمعة
أثرت بصورة سلبية للغاية على المالية العامة للدول النامية. وعندما نتحدث عن الدول النامية، الدول النامية في الدول النامية المتوسطة، ومصر بتقع في هذه الفئة، والدول النامية الأقل نموا. المجموعة العشرين وافقت على جدولة، على مبدأ جدولة ديون الدول النامية الأكثر فقرا، لكن بدون طبعا شطب ديون. لكن بالنسبة للدول النامية المتوسطة ومنها مصر، لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن، بالرغم أن هي تحملت الكثير من أجل مواجهة جائحة كورونا. صحيح. ومن أجل التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب. ومصر كما تعلم حضرتك هي الدولة رقم واحد في استيراد القمح من الخارج. ثم ارتفاع الفايدة ده أثر حضرتك على مستويات الديون الخارجية لهذه الدول من جانب، إلى جانب آخر أنه صعب على هذه الدول أن هي تحصل على قروض جديدة بفايدة مرتفعة. وبالتالي القمة، قمة باريس غدا، قمة أنظار العالم بتتجه إليها، ونأمل أنها تصل إلى قرارات تعكس مصالح أو تساعد الدول النامية، سواء الدول النامية الأقل الأكثر فقرا أو الدول النامية المتوسطة ومنها مصر، إن هي حضرتك تواجه التحديات التي ذكرناها، ومن جانب آخر تستطيع أن تمضي قدما في تنفيذ الخطط التنموية الخاصة بها، سواء الخطط التنموية الخاصة بها بصفة فردية أو الخطط التنموية المؤسساتية الدولية كأجندة 2063 في إطار الاتحاد الأفريقي، خطة التنمية المستدامة عام 2030 للأمم المتحدة، وكيفية إيجاد اتساق بين كل هذه الخطط. نهينا عن التحدي الأكبر بالنسبة للدول النامية بفئتها، هو التعامل مع التغيرات المناخية، التكيف مع التغيرات المناخية. التكيف مع التغيرات المناخية ده حضرتك محتاج إلى مئات المليارات من الدولارات. مسألة التكيف مع التغيرات المناخية هي مش مسألة حضرتك يعني ممكن ننظر إليها نظرة سطحية، يعني ممكن يعني نقوم بصياغة خطط للتكيف أو ممكن لا نقوم. لا، ده واجب على الدول، لأنه التغيرات المناخية مأثرة تأثير سلبي للغاية على دول الجنوب. سؤال يا سيادة السفير، تتوقع أو تتصور معي السفير أنه من الممكن الوصول إلى شكل من قرارات تتعلق، إذا كنا مش بنتكلم على إسقاط ديون لكن نتكلم على استبدال الدين أو جانب منه بأحجام استثمارية داخل الدول، سواء إذا كانت الدول الأكثر فقرا أو دول أكثر نموا اللي هي ما بين قوسين اقتصادات ناشئة؟ حضرتك يعني هيبقى فيه تعهدات. المؤتمر، هذه القمة لا شك أن هي ستسهر عن تعهدات، لكن الحقيقة المفتاح حل مشاكل التمويل الدولية في إيد الولايات المتحدة الأمريكية. فكله يتوقف حضرتك يعني على الإرادة السياسية لدى الإدارة الأمريكية الحالية في التعامل بجدية مع سياسات، مع تداعيات وتأثير ارتفاع أسعار الفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الصناعية الكبرى على اقتصادات والماليات العامة للدول النامية بفئتها.
ما هو الولايات المتحدة الأمريكية برضو أعتقد أن هي مش في موقف حسن قوي، يعني هي استفادت أو بالأدق هي الرابح الوحيد من الحرب الروسية الأوكرانية حتى هذه اللحظة. لكن السؤال اللي أنا بفكر فيه مع سيادتك أنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بشكل أو بآخر من أنه حتى دول في الاتحاد الأوروبي أصبحت بتبحث فكرة الخروج عن سيطرة الدولار. هنا مش بتكلم بس بقى على مجموعة بريكس وبنك التنمية، ولا بتكلم بس على أمريكا اللاتينية، لا هو أصبح في كتير بيفكروا إزاي هنقدر نبعد عن سيطرة الدولار، إزاي نقدر نقلل من مسألة التعامل ما بين الدولار أو ارتباط الدولار بالبترول، بترو دولار حضرتك أدرى مني. يعني في النهاية أصبح الكلام والحديث والتفكير في فك الارتباط ماشي بوتيرة أسرع مما كنا نتصورها حتى. طبعا النقطة اللي حضرتك أثرتها نقطة وجيهة، أشكرك. بس يعني يمكن أحب أضيف سبب أدى إلى هذا الوضع، إن بعض الدول سواء بدأت في استخدام عملتها في تمويل التجارة الدولية، تجارتها مع أطراف أخرى، أو بتفكر بصوت عالي في إيجاد بدائل للدولار. السبب الرئيسي أنا في تقديري حضرتك هو نظام العقوبات الصارم غير المسبوق اللي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فرضوا على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. صحيح. دوت خلى دول كالصين وروسيا من جانب، ودول أخرى كالبرازيل بعد ما دي سيلفا فاز في الانتخابات الأخيرة، إن هي لا تعتمد على الدولار في تمويل تجاراتها الدولية. مظبوط. ورأينا يعني حضرتك يعني مثلا الصين وروسيا في اتفاقات بينهم، اتفاقات غاز وتتعلق بالطاقة، أن يتم توصيف العملات المحلية وليس الدولار. لكن عملية استبدال الدولار كعملة العملة الرئيسية في الاحتياطات الدول من العملة الصعبة لسه أمامها بعد الوقت. طبعا يوسف. طبعا طبعا. يعني لكن احنا في مصر هنا يعني في الوقت طبعا اللي فيه كما تعلم حضرتك وتابعت مثلا ان في من حيث المبدأ اتفاقات مع بعض الدول السداد يكون بعملة غير الدولار. مظبوط. لكن احنا حضرتك بالنسبة في اطار حديثنا عن قمة التمويل غدا، اعتقد من وجهة نظر مصرية اللي نستطيع أن نطمح إليه أو ما نطمح إليه حضرتك هو الآتي. أولا الموافقة على إعادة جدولة الديون الحالية على الدول النامية. كويس. وإعادة جدولة بشروط مياسرة. ده مش إسقاط الديون، إعادة جدولة. إعادة جدولتها. بحيث إذا كان في ديون يجب أن يتم حضرتك سدادها بالفوائد خلال على سبيل المثال وليس الحصر 10 سنوات نخليها 20 سنة. تمام. النقطة الثانية تمويل حضرتك التكيف مع التغيرات المناخية. أيوه. لأنه دوت مسألة يعني إذا إحنا بنقول التكيف مع آثار التغيرات المناخية، إيه هي الآثار دي؟ التصحر، الجفاف، شح الموارد المائية، كل هذه التحديات الدول النامية ومنها مصر محتاجة التمويل. صحيح. ومحتاجة تمويل مساعدات مالية، ومحتاجة المساعدات على مستوى الخبرات. فالمساعدات على مستوى الخبرات مين هيمولها؟ هل الدول المتلقية ولا الدول المانحة؟ المانحة المفروض. تمام. دي حضرتك من الحاجات اللي نتمنى ان قمة الغد تتصدى لها. النقطة الأخرى حضرتك الاتساق بين الخطط التنموية المختلفة.
يعني الاتحاد الافريقي عنده خطه التنميه المستدامه اجنده 2063. الامم المتحده عندها خطه التنميه المستدامه عام 2030. مصر كدول اخرى عندها خطه التنمويه الخاصه بها. من الاهميه بمكان انه كل هذه الخطط يبقى في نوع من الاتساق فيما بينها. ودوت كان النقطه ديت كان السيد الرئيس عندما تولت مصر الرئاسه الدوريه للاتحاد الافريقي في الفتره من 2019 ل 2020 دي من القضايا اللي السيد الرئيس ركز عليها بصفه مصر في ذلك الوقت الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي. الموضوع الاخر تعزيز الشراكات بين الدول وبين الاتحاد الافريقي مع الامم المتحده مع الاتحاد الاوروبي بحيث انه الاهداف تبقى اهداف واحده. اهداف تبقى اهداف واحده. النقطه الاخرى بقى وانا اعتقد ان مصر يعني مش هتركز عليها خلال هذه القمه ان لا نستطيع ان نتعامل مع التحديات التي بتواجه العالم بصفه عامه والدول الناميه والاقتصادات الناشئه بصفه خاصه بطريقه كل حاله على حده. لا، التحديات كلها متداخله ومتشابكه. صحيح. لا نستطيع يعني محاربه الهجره غير الشرعيه. لا نستطيع ان نفصلها عن التغيرات المناخيه في دول جنوب الصحراء في افريقيا. مفهوم. لا نستطيع ان نفصل الارهاب وانتشار جماعات الارهاب عن التغيرات المناخيه وعن عدم برضو. وعلى ديون المرتفعة. لان هذه المتغيرات المناخيه بتؤدي الى لو افترضنا تصحر بتقلل حجم الاراضي القابله للزراعه وبالتالي بتبدا تنعدم او تقل في افضل الاحوال فرص العمل بل وايضا فرص العمل والصناعات المرتبطه بها. انا بشكرك جدا سياده السفير، كل الشكر سياده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق.